السلام عليكم، أنا أعلم أنك تعلم على أداة اليوب اللي بتكلم عليها، لا وبعد قد يكون استخدمتها، ولكن أضيف لك معلومات، وإذا ما تعرفها خذ مني معلومات. الأسئلة اللي متطرق عليها: ما هي الدرمارولر؟ ما هي فوائدها؟ كيف تعمل؟ ما هي الحالات التي قد لا تفيد إذا استخدمتها؟ وما هي الحالات التي يجب أن تتجنب فيها استخدامها؟ وما هي حسناتها وما هي سيئاتها؟ وكيف تختار المقاس المناسب لحالك؟ إذا أول مرة تشوفني أعرفك عن نفسي، أنا وائل سيف، ونحن في خواطر صيدلانية نقدم بعض الشروحات الخفيفة البسيطة المسهلة بدون ملل إن شاء الله. الدرمارولر هي أداة تحتوي على تجمع من الإبر الدقيقة التي تستخدم لوغز البشرة أو فروة الرأس لأغراض تجميلية عديدة. ويعتبر بعض خبراء التجميل أن الدرمارولر هي من أفضل العلاجات التجميلية في وقتنا الحالي لحلها كثير من مشاكل اللي هو الشعر والبشرة. كيف تعمل بالضبط؟ مبدأها بسيط جدا، فعند تمرير الرأس المحتوي على الإبر الدقيقة على البشرة تقوم هذه الإبر باختراق البشرة وصولا إلى عمق معين على حسب المقاس، لتساعد على تفتيت النسيج المكون للندوب والمساعدة على تجديدها. وبسبب هذه الوغزات المستمرة على هذه المنطقة يستجيب الجسم برد شفائي من حيث يفرز الكولاجين، يعمل على ترميم هذه المنطقة وإعادة بناء الخلايا في هذه المنطقة. وملحوظة مهمة أن النتائج لا تبان في يوم وليلة، إنما مع الأشهر تلاحظ الفرق جدا شاسع. ما هي فوائد هذه الأداة للشعر؟ واحد، تحفيز تدفق الدم إلى المنطقة المستخدم فيها، ولذلك يحفز النمو ويحارب التساقط. ثانيا، تحفيز إنتاج الهرمونات الضرورية التي تحتاجها بصيلة الشعرة من أجل إنتاج شعر جديد وتقوية الشعرة نفسها. ثالثا، تعزيز امتصاص المواد الذي يصرفها الطبيب الذي تستخدم في فروة الرأس عن طريق استخدام المادة ثم دلك الأداة فوقها. طيب ما هي فوائدها للبشرة وللوجه؟ عدد ولا حرج. تخفيف حدة التجاعيد عن طريق إنتاج الكولاجين وملء المساحات الغائرة. تحفيز شفاء الندوب، تحسين مظهر بقع الشيخوخة، تعزيز امتصاص المستحضرات الطبية الضرورية، تحسين مظهر ندوب حب الشباب، شفاء التصبغات الجلدية ومساعدة مستحضرات التفتيح الطبية على الوصول لطبقات أعمق من البشرة، تحسين مظهر البشرة لدى المصابين بمرض الوردية، علاج سمك البشرة وتحسين ملمسها. حالات لن تفيدك إذا استخدمت فيها الدرمارولر. السليولات غالبا ما تكون عميقة في طبقات الجلد فما توصلها الأداة هذه. المسامات الواسعة هذه لن يخفيها تماما ولكن يحسن من مظهرها. ما هي حسنات وسيئات هذه الأداة؟ قد تسبب تهيج إذا ما تم استخدامها بالطريقة الخطأ أو دائما. قد تزيد من حب الشباب إذا تم استخدامها وفيك حب الشباب. قد تنقل لك العدوى من مكان لمكان كان بكتيريا أو فطريات. حسنات الدرمارولر غالبا ما تكون فيها أعراض جانبية تذكر، واستخدامها يحتاج إلى وقت قليل جدا. كيف تختار المقاس المناسب لحالتك؟ المقاسات موضحة أمامك، معك من الربع، النص، الواحد، الواحد ونص ومطلع. إذا حالتك فيها تجاعيد وندبات حب الشباب معك تستخدم من الربع والنص أقصاها. إذا تبي تستخدمها لفروة الرأس معك أيضا من الربع إلى أقصى حاجة الواحد. أما الواحد ونص وأعلى فهي أطول حجم ومألوى شوية لأن اختراقها أعمق وتعالج ندبات القوية العميقة مرة. ما هي الحالات التي إذا كانت عندك تتجنب استخدامها لو سمحت؟ إذا كنت امرأة حامل، إذا كانت عندك أمراض جلدية مثل الصدفية وقروح البرد، إكزيما، هيربز، فطريات، أيا كان، ولا تستخدمها على الجروح وحروق الشمس. نصيحة أخيرة أخي الغالي، إذا كانت تستخدمها ندبات حب الشباب لازم تترك وقت ما بين الاستخدام الأول إلى استخدام الثاني. لماذا؟ لأن الكولاجين يحتاج أيام، من 15 إلى 20 يوم من أجل يفرز ويعمل ويبدا مفعوله، فما يصير تستخدمها كل يوم، انما اعملها اسبوعيا الى كل 14 يوم ما عندك مشكله ابدا. اما اذا كنت تستخدمها من اجل التجاعيد وتستخدم مقاس صغير 0.25 اللي هو الربع هذا، فما عندك مشكله تستخدمها يوميا. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.